اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي تحت عنوان العراق تحت حكم اللصوص، وهو عنوان صادم نشرت صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه تقريرا على الاوضاع في العراق بعد 17 سنه من احتلاله. قالت فيه، طبعا تحدثت عن كثير من النقاط، لكن ربما في هذه العشر دقائق سنوجز بعض النقاط المهمة، سنسلط الضوء على بعض النقاط المهمة التي جاءت في هذا التقرير. التقرير في أحد نقاط المهمة يتحدث عن نوري المالكي الذي كان رئيس الوزراء العراق منذ عام 2006 لغاية عام 2014، يعني 8 سنوات كاملة هو كان رئيس الوزراء، ومتهم طبعا بشكل واضح بأنه قد بدد نحو 500 مليار دولار من أموال العراق، وأنه شاع الطائفي والفكر الطائفي والخراب والتدمير والتهجير، وكان واضح في علاقاته مع الشعب وفي كذبه على الشعب، وأكثر من مرة خرجت ضده تظاهرات كبيرة وقماحة بالحديد والنار وبميليشياته، والشعب كان يهتف دائما كذاب نوري المالكي. وربما صارت هذه واحدة من الأناشيد الشعبية عند العراقيين كلما ذكر نوري المالكي. المهم، في هذا التقرير الأمريكي اللي نشرته صحيفة نيويورك تايمز قالت فيه أن نوري المالكي دون غيره أكثر رجل ساعد شبكة السراق في تاريخ العراق، الأمر الذي أدى إلى ظهور داعش عام 2014. طبعا نوري المالكي لحد الآن يعني لم يحاكم على دخول داعش إلى مدن كثيرة، الموصل وغيرها، وما حصل في ذلك وانكسار الجيش وكثير من القضايا، وظل منزها. والآن الغريب العجيب أن الكثيرين يعتقدون أن الحاكم الفعلي للعراق هو نوري المالكي، لأن كل الوزراء كل المسؤولين لابد أن يزوروا نوري المالكي، هو ليس له منصب الآن في حكومة مصطفى الكاظمي، بدءا من مصطفى الكاظمي إلى كل الوزراء كل المسؤولين لابد أن يزوروا وتخرج صورهم على الإعلام، يزورون نوري المالكي ويستمعون إلى توجيهاته. والبعض يستغرب لماذا، هل نوري المالكي هو الحاكم الفعلي للعراق؟ هذه واحدة من الأسئلة اللي يجب أن تجد إجابة لها. الحقيقة زيارات المسؤولين هذه يعني وثقت لحالة غريبة عجيبة. إذا كان هو نوري المالكي متهم بالفساد والخراب وبأنه بدد الأموال، بأنه أشاع الطائفية، بأن كل الخراب، حتى مصطفى الكاظمي يقول لا تحاسبون الآن على 17 سنة من الخراب، ما هذه 17 سنة منها 8 سنوات كان نوري المالكي حاكم العراق، فكيف يسمح لنفسه بزيارته وأخذ التوجيهات منه، ويسمح لوزرائه بزيارته وظهوره على وسائل الإعلام وكأنه الأب الروحي لكل هؤلاء؟ هذه يعني واحدة من عجائب الحكم في العراق. النقطة الأخرى اللي أشارت إلها نيويورك تايمز في تقريرها قالت إن السياسيين العراقيين وضعوا قرابة 150 مليار دولار في بنوك الخارج، ويمكن أن تصل هذه المليارات كما تقول الصحيفة إلى 300 مليار، طبعا المبلغ أكبر بكثير. كما قالت الصحيفة أن السياسة في العراق تشبه حرب العصابات، المواطن العراقي خسر في ظل ذلك، في ظل هذه السياسة، سياسة العصابات، حرب العصابات، خسر ثقافته المعتادة التي يتغنى بها غيره، وهذه واحدة من الكوارث. وأيضا تحدثت الصحيفة قائلة أن معظم من يدعي الإصلاح ومن يعني يمتلك فصيلا مسلحا من هؤلاء الذين يدعون الإصلاح وهم بالعملية السياسية ويمتلكون فصيلا مسلحا، يستخدم نفوذه للحصول على الوزارات والتيار الصدري، ومنظمة بدر خير مثال على ذلك تحدث عنه، وهذه حقيقة فعلا. التيار الصدري لديه أكثر من 6 وزراء بحكومة عادل عبد المهدي، ولديه مسؤولين بالعشرات في كل الدوائر، ويتظاهر ويقول نحن ضد الحكومة وضد سياساتها، كيف لا أحد يعرف. وقالت الصحيفة أيضا الفساد هو السكة الثابتة في السياسة العراقية، ومجرد لمسه قد يقتلك وعائلتك،
وأن الموالين لأمريكا تحدث أيضا، وأن الموالين لأمريكا لا يقلون فسادا عن غيرهم، وتقصد الموالين لإيران. وتحدثت الصحيفة أيضا أن الميليشيات أسست، وهذه واحدة من النقاط المهمة والآن يجري حديث تركيز عنها بشكل كبير، أن الميليشيات أسست لوجود شركات عملاقة وبنت إمبراطورية اقتصادية داخل العراق من خلال قوتها وبطشها بالعراقيين، وأن مطار بغداد مسيطر عليه من قبل الميليشيات بشكل كامل، وأيضا المنافذ الحدودية كلها مسيطر عليها من قبل الميليشيات، وهذه أيضا من الحقائق الثابتة في العراق. صحيفة نيويورك تايمز أيضا في تقريرها حملت أمريكا جانبا من المسؤولية، هكذا ربما ستتحدث عن ذلك في نهاية هذا الحديث. قالت أنه يعني أمريكا تتحمل مسؤولية لأنها كانت تسلم أموال العراق بالمليارات، وهذه الأموال تعرف أمريكا أنها ستذهب إلى الميليشيات، هكذا فقط حملت أمريكا نيويورك تايمز المسؤولية في هذا الجانب فقط. وتحدثت الصحيفة أيضا عن البنك المركزي العراقي، قالت أن البنك المركزي العراقي يجري عمليات تعود على الميليشيات والمنظمات الإرهابية بالمال الكثير والكثير، خصوصا بمزاد، يتحدث عن مزاد العملة، هذه تدخل يعني جهات كثيرة للحصول على الأموال، هذا المزاد غذى الحرب السورية وأنعش الإرهاب فيها كما تقول صحيفة نيويورك تايمز. كما تحدث التقرير أيضا عن وجود شركات وهمية في العراق تديرها الميليشيات أيضا، اشترت عقارات في لندن من المال الصعب الذي تحصل عليه من خلال البنك المركزي العراقي، وهذه الميليشيات تساعد الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات التي تفرضها على أمريكا، وبكل ما يتوفر لديها من أموال العراقيين طبعا الساعدة، وهذه معروفة أيضا للعراقيين جميعا. فهناك يعني احتيال واضح في يعني اعطاء ايران اموال عراقيه، واعطت مثال هذه الصحيفه قيام العراق بشراء طماطه من ايران بقيمه مليار و66 مليون دولار عام 2017، وقالت انه هذا اكثر من العام الذي سبقه عام 2016 بألف مره، في عمليه بدت واضحه كغسيل اموال. وطبعا قالت من المستحيل تحديد كمية الأموال المسروقة من منفذ سعر الصرف للدولار، وتحدثت في هذا الشأن عن أحد البنوك الأهلية تقول أنه أخذ 4 مليارات دولار من البنك المركزي في مزاد العملة، لما دققوا في أصل هذا البنك وما هو شكله ظهر أنه هذا البنك عبارة عن غرفة واحدة ومنضدة عليها جهاز كمبيوتر فقط، فكيف يمكن لمثل هذا البنك الذي هو بهذا الشكل يحصل على مبلغ 4 مليارات دولار من مزاد العملة. تحدثت الصحيفة أيضا عن خطط الإصلاح، خطط عديدة للاختلاس وليس الإصلاح، منها ما تقوم به الميليشيات من اختلاس عبر بطاقات الدفع الإلكترونية. طبعا هذه بطاقات الدفع الإلكترونية فيها جيوش كثيرة من الفضائيين، يعني فقط أسماء، والأموال يعني تجنى من خلال هذه البطاقات لجهات غير معلومة ويعني غير معروفة، لكنها هي فعلا للميليشيات تابعة وتذهب ربما إلى إيران أيضا. قالت الصحيفة أنه لا ضوء في ظل هذا الأوضاع، لا ضوء في الأفق يعني يعطى للمواطن العراقي في ظل هذه السرقة، في ظل هذا الخراب، في ظل هذا التسلط. حقيقة في يعني في الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة أريد أن أقول أن هناك مثلا يقول عندما يختلف اللصوص تظهر السرقات أو تظهر الحقيقة، هذا ما يحصل. كل جذور هذه القضية التي تحدث عنها نيويورك تايمز أصلها أمريكا، أمريكا هي التي احتلت العراق باطلا وعدوانا، وجاءت بكل هؤلاء اللصوص ليحكم العراق تحت مظلتها وموافقتها وبمساعدتها بهذا الشكل الذي صاروا عليه، وكانوا يتخادمون طوال هذه الفترة في إنهاك العراق وإنهاك العراقيين. الآن ربما اختلف اللصوص، اختلفوا فيما بينهم، فظهرت السرقات وظهر الحديث وظهر يعني مثل ما يقولون غسيل الملابس الوسخة
أمام الجميع، والآن تظهر مثل هذه القضايا اللي يعرفها المواطن وكان يتحدث عنها الكثير لكن لا أحد يسمعه. العراق في ورطة كبيرة الحقيقة، وأمريكا هي من جاءت بكل هؤلاء وهي من تتحمل مسؤولية كل ما حصل. أشكركم وأترككم بخير، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.